أكثر الحروب الخارجية التي تقوم بها الدول الكبرى هي عبارة عن اندفاعات مجتمعية داخلية وصراعات بين فئات المجتمع، وهذا ينطبق، يعني هذه الرؤية الفلسفية السياسية بحسب تصوري تنطبق بشكل كبير على ما تعيشه إيران. ولذلك ليس هناك لإيران إلا أن تستخدم نفوذها وميليشياتها لمحاولة كسب المال، يعني حتى تستطيع أن تضبط إيقاع الداخل الإيراني. أنا أعتقد عمليات التهريب بالدرجة الأساسية مرتبطة بمحاولة خلق حالة وفضاء استقرار داخلي، لأن الوضع في الداخل الإيران متفاعل، وحضرتك تجد يعني طيب لكن نشاهد ونشاهد أستاذ جميعا أحمد، لماذا الاستهدافات برأيك؟ الأمنية، الاختراقات الأمنية. أستاذ أحمد، جميل، بس إسرائيل نصف اختراقاتها الأمنية مبنية على جميل. عملاء في داخل إيران، يعني طيب لكن إيرانيون. الأهم الآن، لماذا العقوبات اللي فرضها بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق والخزانة الأمريكية على هذا الموضوع تحديدا وعلى هذه الشركات المسؤولة عن هذه العمليات كأنها يعني ما جابت أي نتيجة؟ لا، نتيجة كبيرة أستاذ عماد. الاقتصاد الإيراني تضرر بشكل كبير، يعني حضرتك يعني أدعوك لمتابعة الصحف الإيرانية وتحديدا صحيفة الاعتماد، لأنها صحيفة إصلاحية مو مثل كيهان والصحف المرتبطة بالحرس الثوري، وينشرون الصحف الإصلاحية، أنا أقرأها، تنشر الواقع كما هو. جيهان صنعت على سبيل المثال، وهي من الصحف الإصلاحية الكبيرة في إيران، ينشرون تقارير شبه أسبوعية ويومية عما يحصل في الداخل الإيراني. لا، العقوبات تجاوزت حتى حدود التوقع الأمريكي، لأن ترامب ذهب لفرض عقوبات على المتعاملين مع إيران، وكانت هذه سابقا لم تحدث مع الإدارات الأمريكية السابقة. فحالة من الخناق الاقتصادي فرضها ترامب، لا، تأثير كبير على مستوى العملة، على مستوى الأسواق، على مستوى، ولكن إيران خلقت يعني بعض الأسواق مثل السوق العراقي على سبيل المثال، هي حاولت أن ترفع مستوى التبادل التجاري من 12 مليار إلى 20 مليار، في والسيد الكاظمي حاول أن يلعب بهذه الورقة في ذهابه إلى إيران حينما لم يذهب إلى السعودية إذا تتذكر، وكان التفاوض الضمني تحت الطاولة مع السيد روحاني يدور بعملية ضبط الميليشيات في الداخل العراقي، ويعني أعطى إفساح مجال للحكومة العراقية أن تتحرك بإرادة أمنية يعني قوية مقابل أن التسهيلات التجارية لإيران حتى تستطيع أن تحصل على الأموال.